اللي خلتنا نغني في ميدان التحرير أغنية قالوا مجنون اللي عملناها قبل الثورة، بنهاجم فيها النظام بشكل ما مباشر. يعني المصري فعلا أنا اكتشفت إن هو كذاب، بيلعبوا على أكتر حتة في الشعب المصري حساسة، حتة مسيحي ومسلم. سيبوني لما فتحت يوم 28 كان في زعر والبلطجيه بدأوا يطلعوا على البيوت، انا كنت رايح الكنيسه مع ناس صحابي جنبنا في شجره 90 في ميدان التحرير، كانت واحنا بنصلي كانوا ماسكين ايدهم مشبكين هم اللي بيحمونا، بس اعتقد ان شاء الله دي مرحله مش هتستمر كتير لان كله عارف مين اللي ورا المواضيع ديت، واتمنى ان شاء الله مصر تقدم الاحسن والدنيا تبقى كويسه. نزلت 25 ضربته واتبهدلته وجرى ورايا القنابل وانا مش فاهم انا عملت ايه. في مشكله في البند الى حد ما بنحاول نحلها، ان احنا مش بندي لبعض فرصه ان احنا نسمع بعض. اديني فرصه اتكلم، انت بقالك ساعه بتتكلم وانا قاعد عمال ابص لكم ومحدش عارف بيقول ايه فين امتى. احمي المتحف المصري تراث بلدي من البلطجيه والناس اللي بتدخل، الناس اللي هم مش عارفين قيمه الحاجه اللي احنا بنعملها. واحد فنان برضو او ميوزيشن يعني برضو مبقاش ليه في الحته دي قوي ان هو يمسك مثلا سكينه ولا خشبه، بس خلاص يعني انت ده امر واقع فلازم تعمل كده. احنا كنا نازلين نقول سلميه سلميه وهم هجوم 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 وتحس ان احنا في حرب. في البرنامج ده هنتعرف على فنانين وفرق من العالم العربي، مزيكا مختلفه لكن كلها بتقول نفس الحاجه، غني حريه. وانا ما فهمتش غير معلومه اني ابعد عن السياسه والنفاق.